باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إنجيل هذا الصباح أيها الأحباء من إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 9. في السيد المسيح دعا 3 علشان يتبعوه، بس 3 كانت تبعيتهم مش التبعية الصحيحة اللي مفروض تكون لربنا، اللي هو دايما بيقول لنا اتبعني، وبيقول لنا مع بطرس اتبعني أنت. مفروض نتبعه بجد، والتبعية ليها أصول وليها شروط. إحنا أتباع الرب لازم بيبقى لينا سلوك ولينا طريقة. التلاتة دول بيشاور عليهم الإنجيل النهاردة علشان يخلينا ناخد بالنا إن ما نكونش زي حد منهم. أول واحد كان بيبقى عايز يتبع المسيح للمصلحة. للمصلحة بمعنى إيه؟ شايف المسيح بيعمل معجزات، وشايف المسيح بيشبع الجموع، وشايف المسيح الناس كلها وراه وماشي وراه، فقال له أتبعك أينما تمضي. عايز يمشي ورا المسيح لأجل الراحة، والأجل أنه يديله كل احتياجاته، والأجل راحته الشخصية. المسيح شاف قلبه أنه هو جاي وراه، بس مش جاي وراه عشان عايزه هو، فرد عليه رد واضح، قال له للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو قار، ابن الإنسان ليس له إيه؟ أين يسند رأسه؟ أنت هتيجي ورايا، ده أنا ما بلقيش حتة أحط عليها رأسي. أنت مفكر إن السكة ورايا راحة، أو أنت هتيجي ورايا طلب. دي عاملة زي اللي بيجي الكنيسة عايز مركز، عايز شهرة، عايز غرض، له طلب تاني غير ربنا. فربنا يقول له لا، اللي ورايا اللي انت بتدور عليه ده مش هو ده اصلا السكة اللي انت تمشي فيها. ده نوع من التبعية الغلط. التاني كل اهتماماته اهتمامات العالم، وعبر عنها هنا باللي هي الموتى، اهتمامات الموتى العالم. ورد الرب رد شديد وقال له دع الموتى يدفنون موتاهم. ايه يا رب؟ طب ما هو دفن الموتى ده موضوع يعني عادي، يعني هو ده فيه ايه؟ لكن لا، ربنا مش بيتكلم في دي بيقصد ان انا هدفن الميت، لا ده بالعكس، ده هو امتدح توبيا وامتدح وكلنا بنعمل عمل يوسف الرامي، وامتدحنا يوسف يوليوس الأقفاصي اللي كان بيدفن الموتى والشهداء. ولكن المقصود هنا إن دع أهل العالم يهتموا بكل مطالب العالم، أنتم لستم من هذا العالم. السيد المسيح بيقول في يوحنا 17 أنتم لستم من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا، ليسوا من هذا العالم. إحنا مش من العالم ده، ليه نهتم باهتماماته؟ وهو مش بس اهتم باهتمامات العالم، ده حط اهتمامات العالم أولاً، قال له إئذن لي أولاً، يعني حط العالم الأول واهتمامات العالم الأول وبعد كده ربنا. واللي عايز يتبع ربنا نمرة 1 لازم يحطه هو الأول، نمرة 2 اهتمامات العالم دي في الآخر خالص. علشان كده يا أخواتي لو سمحتوا استعملوا العالم وما تخليش العالم يستعملكوا. تاني، استعملوا العالم. احنا عايشين في الأرض بنستعمل الفلوس، بنستعمل الأكل، بنستعمل الشرب، لكن مش ده اللي يستعملنا، مش هو اللي يمشينا. استعمل العالم وما تخليش العالم هو يستعملك ويتملك عليك. ولو هتستعمله خليه دايما نمرة 2، حط ربنا نمرة 1. الأخير التالت دون كان اللي هو جي قال إيه بقى؟ إئذن لي أولا أعمل إيه؟ أودع الذين في بيتي. طب ودي فيها إيه يا رب؟ لا بس خلي بالك، من أحب أبا أو أما أخا أو أختا ها أكثر مني إيه؟ لا يستحقني. القصة مش قصة أنت ودعته أو ما ودعتوش، لكن القصة قصة أنت متعلق بيه ولا بيه، أنت بتحب مين أكتر؟
بتحب. عشان كده تلاقي مثلا احيانا واحده مش عايزه ابنها يروح يتكرس يروح الدير تعترضه، واحده مثلا مش عايزه جوزها يترسم قسيس او للتقريس. طب هو انت بتحب مين اكتر؟ لما عشان كده ربنا لما جه طلب من ابراهيم اسحاق قال له ايه؟ خذ ابنك الذي ايه بتحبه، اللي بتحبه. بتقدر تقدم الحاجه اللي بتحبها. طب بتحب مين اكتر؟ حب الوالدة ربنا، أكرم أباك وأمك التي هي أول، ربنا وصانا. بس ربنا عايز يقول إيه؟ أنا الأول. هو قال له إذن لي أولا. طب أنت حاطط مين الأول؟ ربنا الأول ولا التعلقات البشرية دي الأول؟ مين الأول؟ ربنا النهاردة بيقول لنا عايزين تمشوا ورايا خلوني الأول. عايزين تمشوا ورايا ما تحطوش أغراض أخرى في السكة. عايزين تمشوا ورايا خلوا العالم ما يستعملكوش، استعملوه انتوا. ما تهدع الموتى يدفنون موتاهم. عايزين تمشوا ورايا من يضع يده على المحراث ما تبصش ورا، ما تبصش ورا. احنا مشينا، احنا جينا، احنا في الطريق، هنكمل يا رب الى الحياة الابدية. النهاردة يوم جميل، وانا طبعا فرحان جدا بدعوة العذراء ليا وليكو ان احنا نيجي النهاردة في كنيسة يعني ما نستحقش ان احنا ندخل من بابها. وانا جيت ياما وانا طفل صغير مع اهلي احضر هنا احتفالات 2 ابريل دي كان يعملها البابا شنودة يشفع فينا ويصلي لأجلنا، وأبونا بطرس جيد الكبير ربنا يشفع فينا برضو ويدي العمر والصحة لأبونا بطرس. كنا نيجي ونحضر هنا من وإحنا أطفال صغيرين. عيد احتفال 2 أبريل ده كانوا بيعملوه في الشارع كده، وكنا بنبقى قاعدين في الشارع وقداسة البابا قاعد في منصة كده. أبونا يوحنا أنت كنت موجود في الوقت ده يا أبونا يوحنا؟ أنت حاضر؟ أنت بتحضر الاحتفالات دي ولا لا؟ مش مظبوط كده كانت، انا فاكر صح كده وصفه مظبوط. فمبسوط ان ربنا سمح لنا ان احنا نيجي ناخد البركه. يمكن معايا مجموعه من كهنه مصر القديمه عشان نيجي نتبارك من هذا المكان المقدس في هذا اليوم. يا جماعه العذراء ما تجلتش، ما ظهرتش، هذا الظهور الواضح التجلي الواضح الا في مصر هنا في الزيتون. وعلى فكرة كان يوم 3 الثلاثاء 2 أبريل 68. النهاردة 3 برضه. فمن حقكم تفرحوا ومن حقنا كلنا نفرح بمباركتها لينا، وهي أكيد مباركانا كلنا وحاسة بينا. وربنا دايما ربنا ادانا الأعياد وادانا الزهورات دي علشان نفرح وعلشان حياتنا تتملي رجاء وتتملي أمل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.